جديد حيعطيك عملته مجانا والسحب فوري مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم شباب؟ معكم زيرو. مقطع اليوم حاشرح لكم عن بوت جبتلكم اياه حيعطيكم عملات تون بدون ما تسوي اشي وسحب فوري ومجاني. طبعا تابع المقطع الاخر حتى تفهم البوت للاخر. رابط البوت حتلاقيه بالوصف او باول تعليق مثبت. طبعا يا اخوان، اول ما تفوتوا على رابط اللي حاطط لكم اياه بالوصف مثل ما قلت لكم، من تدخلوا على البوت حيدخلكم مباشره على هاي الواجهه. طبعا شايفين هذا يا غوالي، هذا هو الاساسي اللي هو بدي يعدل لنا عملات تون. كيف؟ لانه هذا طباخ، هذا بعد ما يطبخ مثلا بيتزا او يعني اي شيء، فهذا الشخص هذا اللي عم بيرقد عم بيجي بياخذ الطلبيه وبيحطها هون، وهذا عم بينزلها من الطابق وبينزلها لتحت، وهذا بياخذها وبيبيعها. ومثل ما انكم شايفين يا غوالي كلهم عم بيشتغلوا. طيب انت اول ما تدخل، بما انه مستخدم جديد بهذا البوت، ما راح يكون عندك هدول العمال، هذا اللي عم بيشرب بايده بيقول له روح وتعال. يعني مثل ما انكم شايفين عندك هون واحد وهون واحد وهون واحد، هدول الثلاثة حيكونوا فاضيين ما فيهم عمال. كيف تجيب عمال؟ عندك بس هون تضغط هون على المهام، وفي عندك مهام كتير، ومنهم مثل ما انكم شايفين انه بيقلنا عمل مهمة كذا، ام نعطيك واحد من هاد العامل. اما بالنسبة شقد بيعطيك باليوم، مثل ما انكم شايفين هون عيعطيك انه راح نعطيك باليوم 0.02. وهي شرحنا لكم عن الواجهه كلها، وشرحنا لكم عن المهام اللي راح يعطوك اياها هون، وهلا بنشرح لكم على الوليد. راح نضغط على الوليد هون، ومثل ما انكم شايفين عندنا هون عملات كوك وعملات تون. طبعا عملات كوك اللي هي عملات البوت الاساسي. طبعا هلا ما في سحب، ولكن عيعطيك انه كل عمله كامله حقها 0.12 سنت. اما بالنسبة لعملات تون ففي سحب، كل مالك فقط تضغط هون على منطقة السحب تعطيه ماكس. مثل ما انكم شايفين انا معي 0.4 تون، هو حيطت الحد الادنى للسحب 0.55. فانت من صار معك هذا العدد الحد الادنى 0.55 تون، تعطيه ماكس وتعطيه سحب. طبعا طريقة الربط يلي عم يسأل كيف بدك تربط قبل ما تسحب، مثل ما انكم شايفين هون انتو حيعطيك انه اربط محفظة. طبعا انا اربطها محفظة تون كيبر، فانت اي محفظة بدك اياها بتربطها عن طريق هاي الخانة. وبس يا شباب، لو كنت سمعتم الفيديو اليوم ان شاء الله كن عجبكم. اذا عجبكم اتمنى انك تحط لايك شير سبسكرايب، ما تفزوا شعارات. وبس، كان معكم محمد من قناة زيرو، في امان الله.